متألقة والطيبة كذلك فنانة سلوى الشاودري، واللي هي ساهمت هي بدورها في موسيقى وأغنية الجينيريك الأخير، وفي نفس الوقت في قطعة من الأوبرا ديال نورما كوستا ديال بيليني. الفيلم طبعا هو من مخود على رواية ديال الكاتب عبد الرحيم باهير، اللي مع الأسف كان غادي يحضر معنا ما عرف شنو وقع له. عبد الرحيم باهير رواية ممتازة ديال جبل موسى، وكذلك كنحاول نترحم على المرحوم عريوز سي محمد عريوز، اللي ساهم حتى هو بواحد القصة في هذا الشريط هذا، وطبعا راه عمل الاوماج في الجينيريك ديالو انه سي محمد عريوز. شكرا لكم وفرصة ممتعة. هذا الفيلم ديال جبل موسى هو مأخوذ على رواية ديال الأستاذ عبد الرحيم باهير، واللي طبعا هو تعاوننا في السيناريو، هو اللي كتب السيناريو. رواية رائعة، هو عنده عدة روايات وعطاهم لي وقريت وعجبتني هذه الرواية، لأن فيها أشياء اللي كنشوفها أنا سينمائيا، فخديت من الأشياء اللي هي بالنسبة لي غير ممكن لي نطبقها، وفيها أشياء يعني أسئلة قوية، من أسئلة من يعني رحلة من الشك اليقين، فيها الصداقة، فيها الحب، فيها الإيثار، الأشياء كلها مجموعة في هذوك الشخصين اللي هما مروان وحكيم، اللي بغيت تقول ثنائية ضدية، ثنائية ضدية، كل واحد في جهة، وفي الآخر كيتلاقاو في الآخر كيتلاقاو بجوج. وكاين الثنائية الضدية الأخرى هي ديال الأم فاتحة، والام الحقيقيه البيولوجيه سهام، يعني سهام اسف، هذه ثنائيه ضديه اخرى. فهذا هو الفيلم كيدور حول هذه الاشياء، هذه بحال اللي قلت لك، حول الحب وحول الايثار وحول الصداقه بصفه عامه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا منين؟ انت من صلبي. انا من صلبك. انت ولدي من صلبك. ودوي يا الوالد، دوي، خصنا نهضروا في هذا الشيء. شوف بارك خصك كل شيء، بارك عليا من الهضره الخاويه. انا راني فران وقد بحومه، وزيد سيدي ربي اللي كتب عليا هادشي، وهذا قداري وراني عايش، وما باقيش تهضر عليا. كل شيء تلصقوا لله، جاتك سهله. كاش باغي نهضر معاك؟ اش كدير؟ اش عيطت لولدي سيدي الشتاهينا؟ فأنا المشاركة ديالي كنت الأب ديال البطل في الفيلم. أنا هو ذاك الرجل اللي ما كان ولدش، ولكن كيتكتشف بالله عندي ولد، وكيتكتشف على أنه مراتي هي اللي ولد معها ولدي، وهذا هو السبب اللي جعلو يتصدم، لأنه هو دار حديثة متفي أنايا، وبالنسبة لي بقى كأنه هو قاتل الأب ديالو. ايوا كنتمنى هذا المنبر، هذا السيروره راه حنا متبعينه، كنتمنى ليه كل الخير ان شاء الله، ونتمنى يزيد في الاشاعة الثقافي في المغرب. وشكرا. كان لي شرف المشاركة في الفيلم جبل موسى بالأغنية الجينيريك، وأيضا بعض المقاطع في الفيلم من أغنية كاستا ديفا، أوبرا كاستا ديفا. كانت هذه أول مشاركة لي في عمل سينمائي، وكان حلم بالنسبة لي اللي عطاه لي الأستاذ المخرج الكبير إدريس المريني. أرجو أن ألتقي معه إن شاء الله في أعمال أخرى، ويكون باب يفتح إن شاء الله أن يعمل أعمال الموسيقية للسينما. وشكرا. كيداير أستاذ؟ مرحبا بك. مرحبا، بارك الله فيك. أنور الشيفور ديال لالا فاتحة وديال المرحوم، مطف في البلدية، فيما بغيتي تمشي أنا موجود لك. ناس التعليم مرحبا. هما حنايا في التظاهرة الثقافية ديال المهرجان الوطني للسينما للفيلم بطنجة في 22، وحنا فرحانين بزاف. واليوم كانت لا بروجيكسيون ديال لو فيلم جبل موسى ديال المخرج إدريس المريني، وانا جيت فخورة بزاف حيت كانت عندي مشاركة في لو فيلم في دور إلهام، ولو فيلم داز في
ظروف جيدة بزاف بزاف، الجمهور تفاعل مع لو فيلم. من الحاجة الوحيدة هو أن الفيلم خاصكم تشوفوه حيت مقتبس من رواية، والأسلوب ديالو هو أسلوب شاعري من الأدب العربي، فيه الفلسفة، فيه الحب، فيه الوجود، فيه بزاف ديال الحوايج في الحياة اللي تقدروا تعيشوا فيها. وشكرا بزاف. هو انا ملي مشيت سقسيت هذاك المدير ديال المؤسسه وقال لي راجل مزيان الله يحمر هذا، ولكن راه تفلسف وربما راه يا اخي غادي يفسد لينا هذوك العناصر كلهم تلامت. والله الشيطان الفقيه. احنا اليوم كنتواجدوا في سينما الروكسي خلال عرض الفيلم ديالي المطول من اخراج دريس مريني، ويعني برفقه مجموعه من يعني فيلم من الممثلين المغاربه منهم بنيوي، يونس بواب، سادي ازقون. كان لي الشرف انه نشارك في هذا الفيلم، هذا مشاركه بسيطه لكنها مشاركه جميله. كنعاود نتزوج مع السينما المغربيه بعد غياب، لانه اسست جمعيه اشقاء للتنميه والثقافه، والناس راه عارفين هاد الخطوه الجريئه اللي قمت بها انا في حياتي. بواب تجربه جميله بزاف. انا بو موا الفيلم ديال دريس المريني هذا جبل موسى سي ان بوتي شيدوفغ، سي ان بوتي شيدوفغ، يعني فرانشمون جو سوي فيير، انا مفتخره بكوني شاركت في هذا الفيلم هذا. وهذا كنتمنى يعني انه يكون رجوع ديال سي ام اسيف للساحه الفنيه.